مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي لانتخابات الأطباء لتؤكد فوز تيار الاستقلال على حساب قائمة أطباء من أجل مصر والقريبة من جماعة الإخوان المسلمين، حيث فازت قائمة تيار الاستقلال بأحد عشر مقعدا من مقاعد النقابة العامة الاثني عشر والتي جرت عليها الانتخابات أمس في الوقت الذي حصلت فيه قائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بمقعد وحيد، وبذلك يشكل تيار الاستقلال الأغلبية بمجلس النقابة العامة للأطباء للمرة الأولى منذ نحو 28 عاما. وبهذه النتيجة يستحوذ تيار الاستقلال على 15 مقعدا من مقاعد مجلس النقابة العامة البالغ عددها ما يقرب من 24 مقعدا بخلاف مقعد النقيب الدكتور خيري عبد الدايم. السؤال الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج سياسة في دين، إلى أي حد تؤكد هذه النتائج تراجع شعبية الجماعة على المستوى السياسي؟ وهل يمكن ما حدث في هذه الانتخابات ينسحب على كافة الاستحقاقات السياسية أم لا؟ أم أن هذا أمر طبيعي بعد كل هذه الموجة الشرسة والمصورة على حد تعبير البعض في تشويه صورة الإخوان والتيار الإسلامي يعني خلال الشهور الخمسة أو الستة الماضية؟ كل هذه الأسئلة سأطرحها على ضيفي في الاستوديو، وضيوف آخرين سيكون سواء عبر سكايب أو عبر الهاتف. دعوني أرحب بضيفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر دكتور حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة. أهلا بك معنا دكتور حمزة. أهلا بك. قبل أن أبدأ معك، دعنا والسادة المشاهدين نرى هذا التقرير الذي يتحدث عن نتائج انتخابات نقابة الأطباء. أرادت الأقدار لهذه الدار أن تكون محلاً لأول محك انتخابي يتعرض له الإخوان المسلمون بعد الانقلاب العسكري، فلنحو 28 عاما سيطرت قائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على الإخوان المسلمين على مجلس النقابة، لكن هذه المرة كانت النتيجة مختلفة. بعد انتهاء اللجنة من عملية الاقتراع تبين للجنة الآتي: فازت قائمة أطباء من أجل مصر بجميع المقاعد الفرعية بنقابات الدقهلية والقليوبية والفيوم وكفر الشيخ، بينما اكتسحت قائمة تيار الاستقلال بأحد عشر مقعدا من مقاعد النقابة العامة الاثني عشر، وبذلك يشكل تيار الاستقلال الأغلبية بمجلس النقابة العامة للأطباء ليستحوذ على 15 مقعدا من مقاعد مجلس النقابة العامة البالغ عددها 24 مقعدا بخلاف مقعد النقيب الدكتور خيري عبد الدايم. على جانب آخر، تؤكد جبهة أطباء من أجل مصر أن السبب في خسارتها مرجوع للانقلاب العسكري واعتقال قياداتها الذي أثر على أدائها في الترتيب لعملية التصويت. إذا كان يرى الأطباء أهلا وسهلا، مدام قد خسرنا هذه الانتخابات بديمقراطية وحرية وشفافية فأهلا وسهلا بهم ليحققوا أهدافهم في تحقيق مصالح الأطباء. نحن لسنا ضد مصالح الأطباء. النقابة لابد أن تكون مهنية فقط ولا تنتمي. أنا إذا كنت أنتمي لأي فكرة أو أي طيار إسلامي أو أي طيار فأنا أدخل عباءة هذا الطيار وأدخل لأعمل بمهنية تامة لمصلحة الطبيب. الثابت إذن عند أطباء من أجل مصر أن الانتخابات فوز وخسارة حتى وإن انقلب البعض على نتائج الانتخابات أحيانا، لكن بالنسبة لهموم الأطباء قائمة طويلة تنتظر مجلس الاستقلال الجديد، تبدأ من الكادر وتردي المستشفيات ولا تنتهي عند سقف النقابة الذي يكشف عن الحالة التي وصلت إليها دار الحكمة. أهلا بكم من جديد. انضم إلي في هذا النقاش أيضا عبر سكايب الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في مجال الحركات الإسلامية. أهلا بك معنا سيد ماهر. دعني أبدأ معك سيد ماهر، وقراءتك الأولية لنتائج التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء، وهل تعتبر مؤشرا على يعني تراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين؟ وأذكر فقط يعني جزء من النتيجة أن قائمة أطباء من أجل مصر حصلت على ما يقرب من 65% من النقابات الفرعية على مستوى المحافظة، لكن فقدت الجيزة أعتقد والقاهرة والإسكندرية وضوء أعدادهم كبيرة فأثرت على نتيجة النقابة العامة. تفضل أستاذ ماهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية انتخابات تجديد نقابة الأطباء لا تصلح مقياسا على بعض الأمور الأخرى، مثلا مثلا الدستور، تصويت على الدستور، أو مثلا الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا تصلح مقياسا على مثل هذه الأمور. لأن يعني كما هو معروف ومعلوم أن انتخابات النقابات تختلف تماما عن لعبة الانتخابات البرلمانية وعن التصويت في الأمور الأخرى تماما، فهي لا تعكس بشكل كبير ما سيحدث أو ما سنتوقعه في أي أمور أخرى. أما بالنسبة لعملية الحشود الإخوانية أو من ناحية وجود تعاطف شعبي مع جماعة الإخوان المسلمين، وهل تعكس ذلك أم لا؟ وأؤكد أن 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 ما حدث هو يعكس بشكل كبير جدا واقع جماعة الإخوان المسلمين. أن جماعة الإخوان المسلمين هي حقيقة في أزمة كبرى، تمر في أزمة، هذه الأزمة صنعتها هي بنفسها، لم تصنعها أطراف خارجية. يعني في كل أزمة من جماعة الإخوان عبر تاريخها في 80 عاما الماضية كانت أمور خارجية، حكومات مثلا، اعتقالات وغيرها تحدث من أمور خارجية. أما هذه المرة فتعتبر 70% من هذه الأزمة صنعتها جماعة الإخوان بسبب فشلها في إدارة الدولة، بداية عدم احتوائها للأطراف الأخرى المشاركة معها، القوى السياسية الأخرى، فتعتبر جماعة الإخوان صنعت هذه الأزمة. بالإضافة إلى أن عمق هذه الأزمة بسبب شيء مهم جدا، هو أن أطراف كثيرة دخلت فيها، يعني قوى سياسية مختلفة، قوى ثورية، وبالإضافة إلى تحالفات من جماعات إسلامية مختلفة. طيب أستاذ ماهر، بس حتى نكون أكثر دقة لو سمحت، وده مش موضوعنا، لكن خليني أتوقف معاك أن هي تعيش أزمة كبرى جماعة الإخوان المسلمين بسبب فشلها. جماعة الإخوان المسلمين خلال ما قضته في الحكم، إذا صح هذا التعبير، يعني رغم أن البعض مش شايف أن هي كانت في الحكم بشكل كامل، هل فشلت أم أفشلت؟ ممكن أن يكون، أنا أعترف أعتقد أن الاسمين معا، يعني هي فشلت وأفشلت. كانت هناك أمور خارجية عنها، وفي ذات الوقت هي فشلت بسبب أنها اتهمت طبق السلطة مرة واحدة لوحدها، وكان هذا الطبق مسموما للغاية، وكان هذا الطبق صعبا للغاية، كان لا ينفع أن تلتهم وحدها. ففي مشاكل فيها، مشاكل خارجية عنها، لكن هذا ليس موضوعنا الآن. الموضوع هو الانتخابات، الموضوع هو مقياس الشعبية الآن. الحقيقة أن خط البيان لشعبية الإخوان كان في النازل، إلى أن حدثت بعض التناقضات الحكومية من حكومة البدلاوي حشدت مرة أخرى لجماعة الإخوان المسلمين. أنا في الحقيقة اليوم، يعني منذ حوالي نصف ساعة تقريبا، لسه راجع من سفر طويل كنت في صعيد مصر، في إحدى المحافظات التي تتغلغل فيها جماعة الإخوان المسلمين بشكل كبير جدا وتسيطر عليها سيطرة كاملة، وهي محافظة المنيا. الحقيقة أنني رأيت المظاهرات الإخوانية، رأيتها تخرج في شوارع جانبية ضيقة في 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 أطراف المدينة، في أطراف المدينة بعيدا عن عين الأمن، بعيدا عن الناس، الأعداد حقيقة عشرات. هذا يعكس مدى الخط البياني للحشود الإخوانية عما حدث ما بعد 30 يونيو. طب ده لا يعكس أيضا، مش موضوع، لكن ده مش شايف أنه ممكن يعكس القبضة الأمنية الشديدة التي حدثت بعد 3 يوليو، يعني قتل وسحل واعتقالات وصلت إلى ما يقرب من 15,000 حتى هذه اللحظة، ألا ذلك أيضا يكون انعكاس لقلة الأعداد بشكل؟ نعم، هناك قبضة أمنية، نعم هناك قبضة أمنية حقيقية، نعترف بذلك ونؤكد ذلك، ولكن أنا أخالفك في هذا العدد، وأن هناك 15,000 معتقلين أو مقتلين. ده مش عددي، ده يعني هيئات الدفاع المختلفة عن هؤلاء هي التي تحدثت عن هذا الرقم، وبالتالي ده مش الرقم، ده رقم مش من عندي أنا، مش من ذاتي، مش من شخصي. المهم أنه في النهاية أن جماعة الإخوان المسلمين حينما بدأت تفقد الحشود استطاعت أن تلوم نفسها مرة أخرى وتحشد مرة أخرى في الجماعات المصرية بشيئين لا ثالث لهما. أول حاجة أنها استطاعت أن تتحالف مع قوى جديدة ثورية وسياسية جديدة بسبب بعض أخطاء الحكومة، مثل قانون التظاهر مثلا، ومثلا مثل الحكم على الفتيات، فتيات 7 الصبح، استطاعت أن تضم شرائح جديدة وتتحالف مع قوى أخرى جديدة، واستطاعت عن طريق الالتهاب العاطفي وعن طريق تصدير
المظلوميه كما حضرتك كنت تقول من منذ دقيقه ان 15,000 المعتقلين وغيرهم استطاعت ان تضم شرائح مختلفه ومتنوعه من طلبه الجامعه وتحشد الحشود مره اخرى. طيب. ولكن ما حدث في الجامعه لا يعكس مدى شعبيه جماعه الاخوان في الفتره الاخيره، تراجع كبير جدا في مظاهرات جماعة. طيب خلاص نقف عند هذه النقطة سيد ماهر، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور حمزة، يعني سيد ماهر فرغي هو باحث في الحركات الإسلامية، يقول هناك تراجع حتى ولو ما كانش انعكاس لمؤشرات الانتخابات الخاصة بنقابة الأطباء، هناك تراجع حقيقي هكذا يقول لشعبية جماعة الإخوان المسلمين، ودلل على ذلك بما رآه في المنيا من مظاهرات قليلة العدد. هل تتفق مع هذه الرؤية أن حدث تراجع لجماعة الإخوان المسلمين لشعبيتها بسبب فشلها أو إفشالها في إدارة الحكم خلال العام المنصرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أكلم عن النقابات، نقابة الأطباء. عندي ثلاث محافظات تقيلة، اثنين منهم معروفين إن هم كانوا ضد الإخوان، حصل فيها تيار الاستقلال، لا تيار الأطباء من أجل مصر، لا. اللي هو الإخوان وحلفائهم على 100%. وعندي مين دمياط الدقهلية القليوبية، وعندي في كفر الشيخ والغربية والوادي الجديد 75%. وعندي في الشرقية والمنوفية، ولاحظ المحافظات، والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج وشمال سيناء 50%. وعندي في الجيزة والبحيرة 25%. اوكي. حط بقى في اعتبارك انه في اطباء القوائم دي، قائمه اطباء من اجل مصر، منعوا من الجولات الانتخابيه. جميع مستشفيات مصر اللي تعين لها مدراء فلول منعوا دخول هؤلاء الى المستشفيات الا ما رحم ربي. حط في الاعتبار الجو العام والارهاب، وما تقدرش تجيب سيره الاخوان ولا اخوات ولا حاجه. حط في الاعتبار الاخوان كانوا بينجحوا في عهد حسني مبارك وكل ده كان حاصل. لا بس في فرق بقى. في عهد حسني مبارك لما كانت الانتخابات بتجرى كان بتتعمل الحملات الانتخابيه بتاعت الاطباء. يعني انا كنت في يوم من الايام مسؤول في محافظه ما عن الاطباء، وكنت اعرف مين بيعمل ايه، كنا بنقدر نوزع ونروح نمر على الاطباء في عياداتهم، كان في شغل بتاعنا. يعني شايف ان الحمله هذه المره اقوى بكثير واثرت. الحاجه بقى المهمه دخول الكنيسة والجيش على الخط. بمعنى أنا عندي 250,000 طبيب. كنيسة بعت أتوبيسات بأطبائها، إيه رأيك؟ للتصويت. دي معلومة. معلومة كلها تحت مين اللي كان بعتها؟ الحزب بتاع حزب المصريين الأحرار. أوكي. اللي هو على نجيب رأسه السيد نجيب ساويرس. تاخد بقى المعلومة التانية إن بعض أطباء الكنيسة جم الانتخابات باللبس الكهنوتي بتاعهم. يعني ايه باللبس الكهنوتي؟ بلبس الكنيسه. لبس الكنيسه. جم يصوتوا بلبس الكنيسه. جم لبس وهم الاطباء في نفسهم. هم اطباء معاه حق، انا ما عنديش مشكله، بس حابب اقول لك الجو كان عامل ازاي. ان انت بتتكلم على ناس مرشحه وهي معتقله. صحيح، في حتى واحد نجح منهم. الواحد ده بقى استاذ دكتور، واخد بالك؟ انت بتتكلم على اولا النسبه هذه المره من التصويت ما وصلتش ما بين 5-7%. بينما لما كان من جملة الناخبين، من جملة الناخبين اللي هم كام؟ حوالي 250,000، أقل من كده قليل. قول 50,000 بره مصر، 60,000 ماشي. بقى 150,000. طلع منهم رقم بسيط جدا. السؤال المهم، هو مش الإخوان انتهوا؟ وقضوا على الإرهاب؟ واعتقلوا مكتب الإرشاد؟ والمكاتب الإدارية؟ وكل من له علاقة بمتحرك باسم الإخوان؟ أمال دول نجحوا إزاي؟ الذي يريد أن يتحدث عن صفوة الصفوة يذهبون ليؤيدوا هؤلاء ثم ينسب أن هذا فشل، أقول له أعد قراءة التاريخ، لأنه لا الإخوان هيخلصوا ولا الإسلاميين هيخلصوا. لا أتحدث هنا أن احنا حققنا نجاح ساحق ولا هذا هو في الاعتبار أبدا. هو أنت سمعت عن انتخابات النقابة؟ أنا ما سمعتش عنها إلا قبلها بيوم. ما كانش في حد، بعض المرشحين طوردوا، ذهبوا إليهم بيوتهم عشان يقنعوهم او يعتقلوهم قبل الانتخابات، ورغم ذلك حقق هؤلاء بجهد ضعيف وبسيط. الحمله ما بدأتش الا قبل 10 ايام وكانت عباره عن السياق حمله العام. على التواصل، على شبكات التواصل الاجتماعي. طيب اسمح لي، السياق العام الا توجد مؤشرات فيه على تراجع شعبيه جماعه الاخوان المسلمين بعيدا عن نقابه الاطباء حتى؟ لازم نتكلم على امرين واحنا بنناقش شعبيه اي جهه.
نمرة واحد، في أي مناخ تتحدث؟ ها؟ وعن أي نسب تتحدث؟ هل نحن في مناخ عام يتيح لأي حد يعرف شعبية الإخوان قد إيه؟ إذا تعرفها منين لمغزى؟ هتقيسها إزاي؟ عندك انتخابات شرعية، أنت عندك انقلاب. وبالتالي اللي عاوز يقيس آخر مرة كان فيها حرية وديمقراطية هي رئاسة؟ كان رئاسة؟ لا بعدين الاستفتاء على الدستور. يبقى عندك ثلاث استحقاقات، الاستفتاء مارس وبعدين الرئاسة 1 والرئاسة 2 وبعدين البرلمان بكل مراحله وبعدين الاستفتاء. والاستفتاء ده جرى امتى؟ في ظل حملة إعلامية شعواء كان ساعتها الناس بتضرب في الناس وتخش عند مكتب الإرشاد، ومع ذلك نجحوا. نجحوا ليه؟ لأنه الشعب يريد نجاحهم. طيب خلي بالك في الديمقراطية ماهوش بالكلام، الديمقراطية فوت حافظ عليه. النهاردة لما تيجي تقول شعبية المجلس العسكري ولا الانقلاب قد ايه؟ ما اقدرش اقول لك، لان هو غير شرعي اصلا. انت لا يمكن ان تقيس شيء له شعبية حتى لو كانت شعبيته 100%، بس هو غير شرعي. طيب. هذا هو المفهوم. ما لإثراء هذا النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور عمرو. اهلا بك استاذ احمد وضيفك الكريم. نعم. نحن امام اكثر من قراءه للنتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابه الاطباء. البعض يراها تراجعا في شعبيه جماعه الاخوان المسلمين وضربه قاسمه لها، والبعض الاخر يراها رغم كل حملات التشويه والحملات الاعتقال في حق جماعه الاخوان المسلمين وقيادتها وحتى بعض المرشحين في نقابه الاطباء الا انها حققت 68% فوز في اللجان فرعية أو في بعض المحافظات. أنت كيف تقرأ من كرؤية سياسية لهذه النتائج دكتور عمرو؟ هل هي إخفاق أم تأكيد على أنهم جزء من هذا المجتمع، جزء أصيل من هذا المجتمع ولا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال؟ دعني بداية أستاذ أحمد أتعجب من الخطاب الذي أسمعه من الأستاذ حمزة. هو خطاب كالعادة، يعني يرفض دائما فكرة النقد الذاتي، وهذا هو نهج الجماعة. إذا كان هناك نوع من النقد الذاتي واعتراض أن هناك أخطاء سواء إذا كان في النقابة أو غير النقابة في السياسة والحكم بشكل عام، كان هناك أمر هذا كان يجب أن يتحمل ويقدر بشكل أو بآخر. لكننا أمام خطاب يحتمل ثلاث معاني، معنى فيه نوع من التكبر والتجبر، أو معنى فيه نوع من الاستضعاف والتقديم قتلى حتى يصرخ يقول أمام الغرب، هناك الصراخ يكون محبط أمام الغرب، أو على أقل تقدير خطاب تبريري زي ما قال الأستاذ حمزة الآن، وهو يبرر ويقول بعض الأمور التي لا أستغرب عليها عندما يقول خرجت الكنيسة بأطبائها، وكما لو كان المسيح أطباء المسيحيين هم 90% من أطباء مصر، أو كما لو كان يقول خرجوا بالثوب الكهنوتي، كما لو كان الثوب الكهنوتي يلبسون البلاطي البيضاء وعليها الصلبان. هذا أمر غريب للغاية. طيب. يعني أنا عمري ما شفته يعني. كويس، ده هذه النقطة وسأعطي فرصة للدكتور حمزة يرد عليها، لكن فيما يخص الشعبية وتراجعها أم تزايدها كيف تراها دكتور عمرو؟ أنا أتصور أن هناك بالتأكيد في نوع من التراجع للشعبية، ودوت أجد أنه مرتبط أو أشاهد أنه مرتبط بأن في محافظات للصعيد والمعروفة عن محافظات الصعيد هناك نوع من التبعية الآلية للتيار الإسلامي، لكن وجدنا هناك نوع من الخسارة. لكن من ناحية تانية هذا أيضا ليس دليل حاسم وقاطع على انخفاض الشعبية بشكل قطعي، لأننا أمام طبقة محددة، يعني طبقة أمام مهنة محددة كمان، مش بس التهنيين، لا مهنة محددة. فهذا يحتمل هذا وذاك في نفس الوقت. الأمر الثاني واللي يجب اللفت النظر له إن كان في انتخابات النقابات يا أستاذ أحمد أيام عهد مبارك، في بداية عهد مبارك كانت بتجري أيام الجمعة، وكان هناك غير قانون النقابات المهنية وألغي يوم الجمعة، قيل أنه يوم الحشد الذي يقوم به التيار الإسلامي وجماعة إخوان المسلمين وتحشد له. طبعا القانون تغير في عهد مبارك في النصف الثاني من عهد مبارك وألغي يوم الجمعة، وأصبح الآن
عادت الكرة مرة أخرى ووجدنا الانتخابات يوم الجمعة عندما تغير القانون. لكن بالرغم عن ذلك أن هذا اليوم هو بالفعل يوم حشد للتيار الإسلامي وجماعة إخوان المسلمين، نجد أن المفترض أن تكون الجماعة تكسب فيها أو تحشد بشكل أكبر، لأن الآخرين يعزفون على المشاركة والنزول أيام الجمعة التيار المدني، نجد أن ليهم بيعجزوا عن النزول يوم الجمعة ليه يا دكتور؟ يعني في حاجة بتمنعهم أن هم ينزلوا يوم الجمعة؟ دائما النزول بيوم الجمعة كان بيقال أن التيار الإسلامي بيحشد أيام الجمعة، وأن هناك والطرف الثاني الطرف المدني بيكون متقاعد على النزول أيام الجمعة بما أنه يوم أجازة، يوم أجازة فالتيار المدني ما بينزلش فيه. وعشان كده القانون اتغير أيام مبارك وخلوه أيام العادية، لكن الإخوان بينزلوا لأنه يوم جمعة فهيصلوا الجمعة ويروحوا. طيب على أي حال بعيدا عن الأيام، فكرة يا دكتور شن هجمة شرسة على جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية 6 شهور وصمها بالإرهاب وما إلى ذلك، عدد كبير من القنوات، ثم الاعتقالات الكبيرة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، ثم يحصلوا على 68% من النقابات الفرعية، ألا يعد ذلك دلالة على شعبية الجماعة وقوتها وتغلغلها في المجتمع وليس العكس؟ لا، احنا هنا لما بنيجي نتكلم على النسبة اللي حضرتك قلت عليها بنتكلم عن نسبة سابقة ولاحقة، احنا هنا لكن لو جينا خلينا الأمور مجردة وبنتكلم على انتخابات التجديد النصفي فقط، طبعا لا، هو في خسارة وخسارة كبيرة، والخسارة الكبيرة لا ليست ناتجة عن الإعلان وليست ناتجة عن السلطة الاستبدادية أو الانقلاب أو ما يسمى الانقلاب وما هذا، لكن هي ناتجة عن أعمال العنف والإرهاب التي كانت متواجدة في الشارع والتي أدت لخصام جماعة إخوان المسلمين مع المجتمع وليس مع السلطة كما كانت جرت طيب العادة منذ نشأتها. وضحت الفكرة، واضح ان انت غيرت رأيك، بقيت بتقول عليه انقلاب يا دكتور، ده واضح ان ده تغيير جديد في وجهة نظر حضرتك حيال ما حدث. هو نفس الكلام، هو نفس الكلام اللي بقوله، اللي هي جماعة إرهابية، ما بقولش اكتر من كده. انت ما زلت تراها جماعة إرهابية دكتور عمرو؟ ما زلت ترى جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟ بالتأكيد بالتأكيد. والأطباء انتخبوا جماعة إرهابية في محافظات مصر من وجهة نظرك إذا كانت جماعة إرهابية؟ لا، أنا بتكلم على الخسارة اللي حصلت. الخسارة اللي حصلت هي نتيجة لحالة الخصام والفصام ما بين الجماعة والمجتمع. شكرا جزيلا دكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث في مركز الأهرام للشؤون السياسية والاستراتيجية والسياسية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. حقيقة يعني كان يجب أن أعود للأستاذ ماهر فرغري، لكن يعني بالطبع الدكتور حمزة له حق الرد على ما ذكره دكتور عمرو هاشم ربيع، سامحني أستاذ ماهر سأعود إليك، لكن فقط نسمع الرد من الدكتور حمزة. السيد عمرو هاشم ربيع بيتكلم ان انتوا في تكبر وتجبر، ما تعترفوا ان في اخطاء وعندكم مشكله وعندكم خصام مع المجتمع والمجتمع بيلفظكم اساسا، لماذا هذا التكبر والتجبر من وجهه نظري؟ انتم تتراجعون شعبيا، هكذا يقول. طبعا هو الحقيقه الدكتور عمرو حط 3 حاجات يعني عمل كده خليط، قال لك التكبر والتجبر وراح على طول الاستضعاف، فهم 2 في 1 يعني، تمشي كده، تمشي واحد متكبر ومتجبر وبعدين مستضعف. لا، تكبر وتجبر اللي انتم ما بتعترفوش، لكن استضعاف اللي انتم بتحاولوا يعني تستميلوا قلوب الناس، يعني اللي انتم بتقتلوا وبتسجنوا يعني احنا اللي بنقتل الناس واحنا اللي عاملين انقلاب. طيب واحنا اللي لا، لازم نفهم، اصل الدكتور عمرو راجل مثقف يعني، راجل يعني في مركز ابحاث الاهرام، حاجه دي حاجه ضخمه جدا، ما تفكرش انها سهله نقول الكلام ده. وبعدين التكبر وتجبر واستضعاف امام مين؟ امام الغرب، يعني 2 في 1 تمشي كده متكبر ومتجبر ومغرور، ولما تيجي عند الغرب يبقى عامل للغرب وبتتابعه، وبعدين يقول لك خطاب تبريري. تبريري ايه؟ هو في تبرير اكتر من اللي انت قلته يا دكتور عمرو؟ ده هو قال لنا ان احنا كنا بننجح عشان الانتخابات تعمل يوم الجمعه. يعني ما كناش لو من ساعه ما اتعملت يوم السبت ولا الاحد احنا هنسقط. فانا ما اعرفش، يمكن الجماعه لما حطت لما اختارت يوم الجمعه فيها فرض ولا سنه او سن، ما انا اعرف ان النقابات تكون يوم الجمعه يوم اجازات طبيعيه انتخابات النقابات يعني. قال حاجات لازم ارد عليها. واحد بيتكلم عن الاخفاق والفشل، الاخفاق والفشل شيء طبيعي في السياسه وفي اي مهنه، ولا احد يمكن ان ينكر اخطائه وما يعملش كده الا مغفل او تايه، واحد عبيط مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. واحنا قلنا 100 مره في الحياه السياسيه مفيش حاجه بلا اخطاء، ما حدش قال ان احنا بلا اخطاء،
لكن احنا بنقول انه وفر لي ظروف طبيعيه ونافسني، خلي الظروف ايكوال على كل الناس، عمم على كل الناس ونافسني. اثنين يقول لك الصعيد هو اللي نجح مرسي ونجح الاخوان ولا اخر، فاكر الحكايه دي؟ صحيح. طب الصعيد ده بقى دلوقتي تبعنا ولا بعنا؟ ما احناش عارفين يعني. يعني لو حصل انتخابات بكره بعد الانقلاب ما يزول، هل الصعايده اخواننا الصعايده يصوتوا ضد الاخوان وضد الحلفاء الشرعيه ولا لا؟ بعد كده انا الحقيقه بيزعجني جدا لما حد يكون باحث يعني مهمته البحث العلمي ثم يقول حاجات غريبه. انا قلت لحضرتك في الاول ايه؟ دمياط الدقهليه الاليوبيه 3% 100% كفر الشيخ والغربيه والوادي الجديد 75% 50% الشرقيه والمنوفيه والاقصر والبحر الاحمر وسوهاج وشمال سيناء 25% البحيره والجيزه. قلت لحضرتك دول كلهم لما تجمعهم شيل منهم دول هتطلع عندك 12 محافظه و12 محافظه. طيب ليه سؤال في هذا؟ في بقى اخر نقطه لازم اقول لك عليها. اتفضل يا دكتور. ان الفروق بين من نجح ومن رسب في هذه المحافظات خصوصا القاهره واسكندريه 3 أصوات 5 أصوات الى 10 أصوات ليست فروقا كبيره. ثم ان هذه ليست انتخابات سياسيه في المفهوم انه الاخوان واصدقائهم وحلفائهم صنعوا من النقابات بيت خبره عظيم لخدمه اصحاب المهنه. البعض يقول عكس ذلك، انتم لا 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 سيستوا من النقابات لصالحكم ولصالح اهدافكم. انا بس مش عايز اغيب كثيرا على الاستاذ ماهر بعد اذنك. اديني نص دقيقه سريعا اتفضل. لما اقول انه تجهيز العيادات، لما اقول انه السلع المعمره والجواز والعربيات وكل ده خدمات مصايف شقق سكن، لما اقول ان ده اتعمل على مدار 20 سنه واجي انكره، لما اقول ان مفيش مخالفه واحده طلعت عن نقابه الاطباء ولا اي نقابه فيها الاخوان، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لما عرض عليه التقرير وهيأسه وقالوا فيه قال هذا تقرير سليم وبعض الشكليات يمكن معالجتها ولا يمكننا الطعن في هذا التقرير. تمام. استاذ ماهر عوده اليك ويعني عفوا على التاخر عليك، اسمح لي، كل الاستحقاقات الانتخابيه التي تمت خلال العامين الماضيين تؤكد ان جماعه الاخوان المسلمين لها شعبيه قويه بدءا من الاستفتاء في مارس 2011 ومرورا بانتخابات مجلس الشعب والتي حصدت فيها الجماعه وحزب الحريه والعداله 43% من المقاعد و37% من اجمالي الاصوات، والانتخابات الرئاسيه في مرحلتها الاولى والثانيه ثم الاستفتاء الأخير. هذه هي يراها البعض هي الأماكن الحقيقية لقياس شعبية الأحزاب والتيارات وليست النقابات الفئوية كما ذكرنا في الأول. هل ترى لو كان هناك انتخابات حقيقية تجرى في مصر ودخلت فيها جماعة الإخوان المسلمين سنرى فعلا انعكاس حقيقي في شعبيتهم، أم على العكس من الممكن حتى أن يفوزوا ويكونوا هم في المقام الأول وفي مقدمة الصفوف؟ من قال ان جماعه الاخوان المسلمين ليس لها شعبيه؟ جماعه الاخوان المسلمين لها شعبيه كبيره جدا ولها قدره كبيره جدا على حشد الجماهير وعلى ضم عناصر جديده للتنظيم نفسه. جماعه الاخوان المسلمين لها قدره على عمل تحالفات مع جماعات اخرى وقوى اخرى حتى لو كانت غير اسلاميه. لا نستطيع ان ننكر هذه الحقيقه مطلقا، ولا نستطيع ان نقول ان جماعه الاخوان المسلمين يجوز اقصائها من الحاله السياسيه. لا نستطيع ان نقول ذلك، جماعه الاخوان لها شعبيه، ولكن كل ما نقوله ونؤكده فقط نقول ان شعبيه جماعه الاخوان المسلمين في تراجع، حق بيان جماعه الاخوان المسلمين في تراجع كبير جدا ووقف الى ومنحدر. انا اقصد على اي اساس بنيتها يعني هذا القول وهذه المعلومه انها في تراجع على الرغم من ان بعض البحوث الغربيه تقول عكس ذلك؟ يعني منظمه انفورم ايو الدوليه التي تتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها قالت ان جماعه الاخوان المسلمين في اخر استطلاع راي في شهر 8 شعبيتها ارتفعت عما قبل الانقلاب العسكري. هم يتحدثون من بروكسل، نحن نتحدث من الاماكن نفسها، نحن نتحدث هنا من وسط القاهره ونتحدث من قلب الصعيد ونذهب الى القرى ونذهب بس الى دي منظمات دوليه لها اليه علميه في معرفه الراي. سيد الفاضل نحن نعيش بين الجماعات الاسلاميه وندرك مدى تراجع هذه الشعبيه. انا لا 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 لا, لا انتقد جماعه الاخوان المسلمين حينما اقول لها ان شعبيتها تتراجع او الحشود بتاعتها تتراجع، لا، ولكنهم حتى ينتبهوا حتى يقفوا ان هناك حقيقه، ان هناك امور اخرى لابد ان يراجعوها. بالنسبه وانا اتوافق مع ضيفك الكريم فاننا لا نستطيع تجاهل الاخوان، ولكنني لا اتوافق مع الدكتور حمزه في مقاله ان هناك ظروف
مسيحيين وصليبيين ويلبسون الصلبان كما قال. الظروف نفسها كانت في ايام مبارك تقريبا، وكانت هناك ظروف صعبه. لا تنسى ان هذه النقابه تحديدا نقابه الاطباء 28 عاما متواصله كانت تسيطر على جماعه الاسلام. لا تنسى ان جماعه الاخوان المسلمين في هذه الايام تحديدا حشدوا ايضا حشودا داخل النقابه، وقالوا اننا اذا فشلنا في هذه الانتخابات لا نستطيع ان نعالج المعتقلين ولنا معتقلين وهكذا وهذا القبيل. ورغم ذلك حدثت النتيجه التي نحن بسببها الان ونحن نتحدث عنها. انا اتوقع شخصيا على المستوى الشخصي ان عدم انتخاب جماعه الاخوان المسلمين بسبب ان الناس او ان الاطباء او ان هذه الفئه تريد ان تخرج من العمل السياسي الى العمل المهني، تريد ان ترى مجموعه تخدمها مهنيا اكثر ما تخدمها سياسيا. هذا توقعي الشخصي وتوقعي في الانتخابات المقبله في اي نقابات ومنها نقابه المهندسين. بس اسمح لي، حتى من انتخبوهم في تيار الاستقلال لهم خلفيات سياسيه 6 ابريل واليسار المصري، وبالتالي لا نستطيع ان نقول ان يعني انهم انتخبوا ايضا على اساس فئوي ومهني فقط. على اي حال ساعود اليك، لكن اسمح لي دكتور حمزه، السيد مصطفى النجار النائب السابق بمجلس الشعب والناشط السياسي يقول ان مشاركه اعضاء جماعه الاخوان المسلمين في انتخابات نقابه الاطباء هي اعتراف بشرعيه السلطه القائمه وتراجع في موقفهم، وقالوا انتم قبلتوا انتخابات نقابيه تحت اشراف قضاء الدوله، واذا لم تكن معترفا بشرعيه الدوله لا تتعامل مع كل مكوناتها ولا تستثني اذا كنت صاحب مبدا من الاساس. فهل فعلا هناك تراجع وهناك اعتراف تم بشكل او باخر بالوضع القائم والتعامل معه؟ في جمعيه خيريه لدفن الموتى تابعه للشؤون لوزاره الشؤون الاجتماعيه بيتعمل لها انتخابات لمجلس الاداره لليومين دول، وفي جمعيه عموميه للنادي بتاعنا في التجمع اليومين الجايين دول فيهم. ايه العلاقه ده بالانقلاب؟ دي ممتلكات شعبيه، دي جمعيات نفع عام. النقابات جمعيات نفع عام مش جمعيات. وبعدين سيدي الاستاذ مصطفى النجار ربنا يكرمه، نحن اللي دفعنا الضريبه. طب ما كان اولى لينا ان احنا الرئيس مرسي يكتب ورقه صغيره كده ويقول تنازلت وعملت وسويت وخلاص، وليه الدماء دي راحت كلها لما احنا مفرطين قوي كده وبنجري ورا قاده الانقلاب وبنعترف بيهم؟ طب ما انا قاعد قدامك اهو بقول لك ما بنعترفش بيهم ومش هندخل انتخابات ولا اي استحقاق انتخابي سياسي طول ما الانقلاب موجود، مش هيحصل. بس مصطفى النجار وغيره من اللي هم يعني راحوا مع الانقلاب وبعدين رجعوا ندموا من الانقلاب هم اللي بيقولوا الكلام ده. لكن خليني اقول لحضرتك حاجه بس تعليقا على الاخ ماهر قبل الدنيا ما تخلص، الوقت يخلص. انت حضرتك ذكرت انفورم ايو صحيح، وارجع لمقالات في عده صحف، وارجع للمعتز بالله عبد الفتاح نفسه قال كده، قال ان شعبيه الاخوان في ازدياد، مش انا ده استاذ علوم سياسيه من يومين من يومين. وبعدين استاذ ماهر باحث صح؟ طيب ما يقول لنا ايه المرجع في ان الشرعيه ان الشعبيه ما قلنا لحد دلوقتي لا عمرو ربيع هاشم ربيع ولا الاستاذ ماهر جابوا سيره اي بحث علمي. مش المفروض في هو بيقول لك رؤى العين كان في يعني هو بيقول لك اصل شايف المظاهرات بالعشرات ما هو شايف كده. ده تراجع الجزيره بتطلع صور كل يوم، حط العشرات بتوع المنيا جنب عشرات الالاف اللي فين في الجزيره والنتيجه تبان رايحه. لك ما فيش بحث علمي، احنا ما عندناش بحث علمي، احنا عندنا الفكاكه رجعت تاني بلا مؤاخذه. ما هو انا ما اعرفش انك تجيب باحث حضرتك او تجيب استاذ في مركز دراسات وبعدين يقول لك اصل هي بالشكل كده، اصل انا كنت ماشي كده. بس لا يا لا يا دكتور اسمح لي، انت مش شاعر ان في جزء من هذا الشعب دلوقتي رافض لجماعه الاخوان المسلمين واعتبرها فشلت في تجربه الحكم؟ ده حزب النور بيقول كده، بيقولوا اللي انتم فشلتوا الاخوان فشلوا. صحيح. وحزب النور حاجه ثانيه قال احنا مش عاوزين نوصل للدوله واداره الدوله لحد ما ايه ما نزيل البدع ونقضي على المنكرات. طب ما تقضي على المنكر الاعظم هو قتل نفس بشريه، ما في قتل نفس بشريه كل يوم دلوقتي. لكن لازم قبل ما امشي النقطه دي، الاستاذ بيقول انه الاخوان دخلوا او الجبهه بتاعتنا او القائمه بتاعتنا دخلت عشان تعالج المعتقلين. يا سلام، امال الدوله ايه فين؟ يعني نحتاج نخش نقابه الاطباء عشان نعالج المعتقلين؟ يبقى المعتقل اللي عندك ده اللي بتمنع عنه الدواء دي تبقى الانسانيه؟ دي الدوله اللي انت عاوزها؟ وبعدين انا ما عدتش على موضوع الرهبان ولا عدتش ان هو يأدي صوتهم، بالعكس كل واحد يأدي، بس بقول لك المشهد العام تغير وهو اعترف انه كان اللي بيروحوا يصوتوا كانوا مين واللي بيصوت طيب مين. لكن انت معترف ان كانت هناك اخطاء لعلها سهلت في كل في عمل سياسي اجتماعي اقتصادي في اخطاء، لذلك اي حد بيعمل استراتيجيه لاي جهه بيكتب فيها طيب
تصحيح وتصويب الأخطاء. لا يمكن أن نعيش نحن لسنا ملائكة. طيب. لكن هو مش عاوز يقبل مني نجاحي ومش عاوز يبروزه. هو يجي على الخطأ الصغير ويعملوا قد كده. طيب أستاذ ماهر اسمح لي، أي مستقبل تراه لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة المستقبل القريب؟ هل ستعود للمشهد بقوة أم من الممكن أن تتراجع يعني رويدا رويدا حتى تنتهي وتتلاشى؟ سيد الفاضل، سيد الفاضل، أنا أرد على الدكتور حمزة الذي أحترمه كثيرا نقطة مهمة جدا. أرجو أن يعني لو تعلي صوت حضرتك شوية يكون أفضل بعد إذنك. نقطة سريعة معروفة من وسائل البحث، لأن هناك الاستبيان وهناك المقابلة الشخصية. أنا لست مديرا لمركز أو لست أملك مركز دراسات كامل حتى أخرج لك دراسة كاملة عن تراجع شعبية الإخوان، ولكن أنا أقول لك أنني استبينت بنفسي وأنني قابلت وعملت مقابلات شخصية كثيرة جدا. وأنزل أنا لسه من نصف ساعة كنت في المنيا يا سيد الفاضل، لسه المنيا شايف. سامحني يا أستاذ ماهر، لكن هذا ليس من العلم في شيء في هذا المجال. مقابلات حضرتك الشخصية، لأن العلم له وجهة نظر مختلفة في استطلاعات رأي. عفوا أنا لا أقاطع حضرتك، لكن فقط أذكر بهذه النقطة ليس أكثر. رأي يا سيد الفاضل يستطيع قبولي أو لا هو براحته. أما بالنسبة لمستقبل جماعة الإسلام المسلمين، أرى أن جماعة الإخوان المسلمين أمامهم ثلاثة خيارات. خيار إما أن يعترفوا أنهم أخطأوا في الفترة الماضية ويراجعوا حتى على الأقل العام الذي سيطروا فيه وكانوا فيه على قدة السلطة وقمة السلطة، ويعلنوا أنهم أخطأوا في أشياء ويتراجعوا عنها، وهذه واحدة. أو أن يستمروا ويثبتوا فيما هم ماضون فيه، وأرى أن هذا فيه خطر كبير جدا على تنظيم وعلى جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين بهذا الشكل سيحدث فيها انشقاقات استمرت بهذا الشكل. إن استمرت بهذا الشكل سيحدث فيها انشقاقات متوالية. أتوقع ذلك، أتوقع أن جماعة الإخوان المسلمين ستستمر في أزمة وتصبح في أزمة خطيرة جدا، واستمرت في الحشد والحشد المضاد وفي مظاهرات الشارع المصري. نعم، سيحدث انشقاقات كثيرة إذا استمر هذا الوضع وعدم الاحتراف بالأخطاء. دي وجهة نظر الأستاذ. بعد الانقلاب وفي رابعة العدوية اتصل حد من رئاسة الجمهورية المؤقتة، الدولة المؤقتة الحالية في الانقلاب، بشباب من الإخوان، وكان رأس المتصلين أحمد المسلماني، مستشار الإعلام الرئيس. مستشار الإعلام الرئيس، أيوة يا شباب احنا معانا وانتوا معاكوا واحنا مع بعضينا واحنا قالوا له الكلام ده تقوله في الاسم، ما تقولوش معانا احنا. عملوا عناوين ومنشتات: الرئيس المؤقت يلتقي بوفد الاخوان المنشقين، شباب الاخوان، شباب الاخوان والحركات. وبعدين في الاخر راحوا يا عيني 3-4 وما قابلوش المؤقت. من يومين 3 نفس الجريده ونفس الصحيفه واليوم السابع قالت ان المنشقين يعني عددهم قليل اصلا، وانهم قرر بعضهم ان يعود الى الاخوان المسلمين. ده موجود على صفحه اليوم السابع. اذا انا مش عارف اصدق مين، اصدق الرئاسه اللي اعترفت انه مفيش حد اسمه منشقين، ولا اصدق الاخ ماهر قد يكون برضه عنده معلومات لانه بيقابل ناس زي ما هو بيقول، على اعتبار ان مقابله الناس في المنيا تعتبر دليل ومؤشر. الامر الاخر يعترفوا بانهم اخطاوا، اوكي، وبعدين هتزيل الانقلاب؟ هترجع الشرعية؟ لا، بس الاعتراف بالخطأ فضيلة ويجمع حتى القلوب عليكم مرة أخرى، يعني وبعض القوى السياسية الخايفة منكم. يعني من في شهر يونيو وكنت في مقابلات عدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو قبل بيان الانقلاب، كنا نتحدث عن أخطاء على اعتبار أن احنا حزب سياسي وبندير دولة. أنا بتكلم عن وأنت حزب. قلت ذلك في مقال لك شهير وهجمت ومع ذلك ما حدش قال والله احنا غلطنا. يعني لا الأستاذ ماهر ولا عمرو هاشم ربيع قال والله الانقلاب غلط وقتل، ما بقولش ارتكب جريمة. اثنين يستمروا ويثبتوا أو ويثبتوا وهذا فيه خطر لأنه سيحدث. يا عمي احنا لازم الناس تفهم حاجة، احنا جينا بطريقة شرعية ونقبل بخروجنا من المشهد السياسي بطريقة شرعية. خرجنا من المشهد بطريقة غير شرعية، قتلنا وحبسنا والأخ. إنما بقول الأخ ماهر اطمئن، نحن مستمرون، اطمئن لن يحدث انشقاقات بعد 6 شهور. القدامى من الإخوان عادوا إلى الإخوان. طيب. بعد 6 شهور يا أستاذ أنا فضل دقيقة، عايز أدي 30 ثانية للأستاذ ماهر وأرجع لك 30 ثانية في كلمة أخيرة ردا على ما ذكره الأستاذ دكتور حمزة زوبع في 30 ثانية ردك على أدائي في نهاية هذا البرنامج. أستاذ ماهر، دكتور حمزة لازم يا دكتور حمزة نشوف منظر بعين بصيرة إلى ما يحدث.
يا دكتور حمزة جماعة الإخوان المسلمين تخسر كل يوم. يا دكتور حمزة هناك أسئلة منطقية عن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين. أنا لا أقول لك سيحدث الانشقاق الآن، أنا أقول لك عندما تهدأ جميع الأزمة وزمن التوتر ينتهي لابد أن يحاسب الشباب قيادة الإخوان المسلمين على هذا الفشل الذريع في السلطة. كيف فقد السلطة بهذا الشكل السريع؟ لا تقل لي مؤامرة ولا تصدر لي المظلومية. جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء وهي في السلطة، ارتكبت أخطاء فادحة فقدت بمجالها السلطة، ولذلك ستحاسب ويحاسبها الشباب وسيحدث انشقاق في الجماعة إن استمرت بهذا الشكل. طيب تفضل. أنا بشكر الأستاذ ماهر على النصيحة. أنا بقول له بطمنه أن الجماعة تراجع خطواتها وتصوب أخطائها، لكن من فضلك يا أستاذ ماهر هديك 15 ثانية توجه نفس النصائح للإنقلابيين: لا تقتلوا، لا تعتقلوا، لا تهينوا الإنسان. لو فعلت هكذا سأكون ممنون لحضرتك جدا. عندك 15 ثانية توجه كلامك للإنقلاب. لا تقتلوا، لا تعذبوا، لا تعتقلوا. لمين؟ أنا لا أخشى شيئا. لمن يحكم مصر الآن؟ للإنقلاب. 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 لا أنا لا أقول عليه إنقلاب. إذا أقول سأقول فورا على ما حدث من ذلك أنه إنقلاب. شكرا جزيلا الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في مجال الحركات الإسلامية، كما أشكرك دكتور حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة. أشكركم وشكرا جزيلا، والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. في أمان الله.